مرحبا، كيف تقوم بترجمة مستندات جوجل على جوجل؟ مستندات أو أي ملف لديك في الكمبيوتر وتريد رفعه على جوجل مستندات أو جوجل دوك وتريد ترجمته من اللغة التي عليها الملف وإلى أي لغة تريد. كل ما عليك فعله هو أولا، نفترض أن لديك مستند، سوف ننشئ ملف نسميه أي اسم هكذا، ونضع وسطه أي كتابة بهذه اللغة الإنجليزية، ونضغط على Ctrl S لكي يتم حفظه ونخرج. ثم نتوجه مباشرة إلى جوجل درايف، سوف أضع لكم الرابط أسفل، هذا رابط جوجل درايف، حسابك في جوجل درايف، ويجب أن يكون نفس الجيميل. هنا تقوم بالضغط على زائد أو جديد وتضغط على تحميل ملف. هنا تختار الملف من الديسكتوب، هذا هو الملف الذي سميته بهذا الاسم العشوائي. سوف يرفع الملف، هيا سوف يرفع الملف، عفوا الذي انت رميت، نعم وقد تم رفع الملف، هذا هو الملف. سوف تضغط على الملف هكذا، وسوف تذهب هنا وفتح باستخدام مستندات جوجل. أي ملف كما كان نوعه PDF أو أي ملف يقبله مستندات جوجل، سوف تضغط من جوجل درايف وسوف تفتحه هنا. كل ما عليك فعله لترجمة هذا النص، عليك الدخول إلى هذا المكان أدوات أو تولز، ثم تذهب مباشرة إلى ترجمة المستند أو دوك Document Translate، تضغط وتختار اللغة التي تريد ترجمة المستند إليها، أي لغة تريد، جميع اللغات تقريبا موجودة لغات، وتضغط على ترجمة. سوف ترون أمام أعينكم، هذا هو الأصلي وهذا هو المترجم. لا زلت لك يا بايثون، هكذا بطريقة سهلة وأبسط طريقة إن شاء الله. أتمنى أن تعجبكم هذه الطريقة، ولا تنسوني من الإعجاب والاشتراك في القناة، أصلا نحتاجكم، نريد الوصول إلى 1000 مشترك إن شاء الله في أقرب وقت. وإلى اللقاء في فيديو قادم، وشكرا على المتابعة.